اهلا وسهلا بيكم، انا ايه معاكم النهارده. هعمل لكم تاكوس بالجمبري. طبعا انتوا عارفين ان هي اكله مكسيكي كل الشباب الصغير بيحبها، وابتدى يبقى ليها مطاعم كتير جدا حوالين العالم. تعالي نشوف مقاديرنا ايه. هعمل نص كيلو جمبري، ما يكونش كبير يكون وسط. هستعمل شوية كزبرة خضراء، يعني مثلا نص كوباية، رشة كزبرة ناشفة، قرن فلفل حراق، فصين ثوم، هستعمل بصلاية صغيرة متقطعة ترانشات رفيعة، معلقتين سويت شيري صوص، معلقتين صويا صوص، ورشة كمون. هقدمه في عيش تورتية صغير، ما لقيتش الحجم الصغير ده فهجيب العادي واقصه، لان التاكوس لازم يبقى صغير، ما اقدرش اعمله بالرغيف الكبير. هستعمل للتقديم ساور كريم وخس. اول حاجه بحط شويه زيت صغيرين على نار عاليه، وبحط البصله بتاعتي اول حاجه عشان اقلبها. ما بخليش البصله تطرى، البصله مجرد يعني تبتدي هتطرى هحط عليها الجمبري، علشان انا مش عايزاها مستويه قوي، عايزاها فيها قرقشه بسيطه كده. طبعا اول ما لونه يتغير يبقى هو كده خلاص استوى، هينزل ميته، بس انا ما بحطش اي حاجه تانية لغايه لما ايه يبتدي يخش في السوى. ليه؟ لان انا لو حطيت التوابل بتاعتي دلوقتي هينزل منه ميه كتيره جدا، فانا مش عايزه كده، انا عايزاه يستوي بسرعه معايا علشان البصل ما يطراش. هاجي بعد كده اهو هزود نقطه زيت تانية في النص كده، واحط فيها الثوم اهو كده، بصوا، علشان الثوم يشكشك سنه قبل ما اقلبه في الجمبري. هسيبه، هزود الكمون ورشه الكزبره الناشفه، بعد كده هحط الفلفل الحراق اهو كده لغايه لما ريحتهم تطلع. اخر حاجه هحطها سويت شيري صوص والصويا صوص. شكل الحاجه كله اتغير لونه اهو، والصوص لازم يبقى سميك علشان العيش ما يطراش. هحط شويه كزبره خضراء، شويه صغيرين، لان هحط تاني في التاكوس بعد ما يتغرف. هو خلص بالنسبه لي، انا هحطه في طبق علشان ابتدي اعمل العيش. العيش برضو بحطه على النار كده اهو، بسم الله، وبجيب الطاسه الثانيه اللي هي الفلات علشان ابتدي اشتغل في العيش. هجيب اي طاسه فلات عندي تبقى مبططه، واحطها على النار ونقطه زيت صغيره فيها علشان التاكوس، علشان اقرمشه لازم اعمله على النار.